يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الاثنين طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد وبارد على باقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 20، الصغرى 15، الإسكندرية 20-14، مطروح 18-12، بورسعيد 21-15، الإسماعيلية 22-14. ونذهب إلى السويس. السويس 21-15، العريش 21-14، طابة 24-13، وشرم الشيخ 28-16، الغردقة 27-15، أما الأقصر ف 27-10، وأسوان 27-12، الوادي الجديد 25-7، شلاتين 28-17، وأخيرا حلايب 25-18. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.